تبدو للوهلة الأولى كخربشات عابث على ورق، لكن هذا الفن اللي عرف البشر استخدامه للمرة الأولى عام 1646 قادر على تضمين رسومات رمزية بكل هموم المواطنين وبذكاء بالغ يفتقد أغلبها إلى مهارات الرسم الأساسية. لكن هذا اللون من الفنون لا يمكن للمرء أن يجد نفسه فيه صدفة، وأيضا لا يمكن أن يتواصل مع متابعيه ما لم يكن مطلع ومتابع لما يدور حوله. في المركز العاشر فهد الخميسي، رسام كاركتير في صحيفة الاقتصادية، ويعد من أصحاب الحضور المميز وصاحب ريشة واضحة، وانتهج مؤخراً الرسم الكاركتيري المركب لأكثر من كاركتير في رسمة واحدة. في المركز التاسع عبد الله المرزوق، رسام كاركتير في صحيفة الجزيرة، ويتميز بالمعالجة الفورية للقضايا الاجتماعية، ينقلها بطريقة أسرع المسؤول من خلال رسوماته، ويدمج ما بين الرسم الصامت والحوار الطويل بين شخصيات الكاركتير. في المركز الثامن يزيد الحارثي، رسام كاركتير في صحيفة الشرق، ويعد من الرسامين الذين يدمجون ما بين الشأن الاجتماعي والسياسي. في المركز السابع ربيع، رسام كاركتير في صحيفة الرياض، ويتميز بالرسومات الصامتة، ويتنوع في رسوماته ما بين السياسي والاجتماعي. في المركز السادس الفنانة منال محمد، رسامة كاركتير في صحيفة الجزيرة السعودية، وتعتبر أبرز في عالم الرسم الكاركتيري، وقد نجحت في فترة وجيزة بنقل صوت المرأة من خلال رسوماتها بصحيفة الجزيرة. لو سألت عزيزي المشاهد أحد رسامي الكاركتير ماذا كنت تود أن تكون لو لم تكن رسام، لوجدته يجيبك على الفور رسام كاركتير. هذه العلاقة بين الرسام وريشته كلما ازدادت كلما ازداد إبداع وشهرة. فمن هم أبرز رسامي الكاركتير السعودي؟ في المركز الخامس إرشاد السليم، رسام كاركتيري في صحيفة الجزيرة، ويتميز بتخصصه بالشأن الرياضي، وهو رسام يومي، وتثير رسوماته هو بشكل دائم النقاش حولها. في المركز الرابع عبد الرحمن هاجد، رسام كاركتيري في صحيفة الجزيرة، ويعد أول من استخدم أجهزة الكمبيوتر في الرسم، ويتميز في تحوله الأخير إلى الرسم المبسط كأسلوب حديث للرسم الكاركتيري. في المركز الثالث الفنان عبد الله صايل، رسام كاركتيري في صحيفة اليوم، ويركز على الجانب الاجتماعي في رسوماته، وهو رئيس الجمعية السعودية للكاركتير والرسوم المتحركة، وقد أقام خلال مسيرته الفنية العديد من المعارض المهمة في مجال الكاركتير. في المركز الثاني عبد العزيز المزيني، رسام كاركتيري في صحيفة الوطن، ويعتبره بعض رسامي الكاركتير أنه أفضل من استخدم الكمبيوتر في إيصال فكرته. فيما قتلت التقنية أعظم الفنون اليدوية، حافظت رسوم الكاركتير على هويتها، فزادتها التقنية قيمة وتنقلتها الجماهير عبر كل وسيلة اتصال جديدة دون أن تتأثر بأي عوامل خارجية. هنا نصل معكم إلى رسام الكاركتير رقم واحد. قد نتفق أو نختلف، لكن خياراتكم هي من يحدد. في المركز الأول عبد السلام الحليل، رسام كاركتيري في صحيفة الرياض،
ويعتبر الوحيد الذي لا زال يستخدم الريشة والورق ويرفض الأسلوب الحديث للرسم واستخدام الألوان. وقد اشتهرت الشخصيات التي ابتكرها في رسوماته لينسج منها مسلسل كرتوني قدم على شاشة التلفزيون السعودي. أستاذ عبد السلام الهليل، أنت أحد أبرز الرسامين الكاريكاتير في المملكة العربية السعودية وعلى مدى سنوات طويلة. وش الأشياء اللي ممكن تضع رسام الكاريكاتير دائما في المقدمة؟ هل في أدوات معينة يعني أو أشياء معينة ممكن تجعل هذا الرسام أفضل من غيره؟ والله يا أستاذ سعود، أول شيء التجديد، أنه يكون كل سنة غير السنة يعني غير السنة الماضية. هذا أولا. والاحتكاك بالجمهور، يعني بالأسواق، بالملاعب، المناسبات، يعني ما يقعد في البيت ينتظر الفكرة تجي، لا هو يروح. طب التجديد وإيش، في الأفكار ولا في الطرح ولا في الأسلوب ولا كيف يكون التجديد؟ لا بالأفكار. بالأفكار. إيه، ويبقى الأسلوب الرسم يكون واحد، ما تغير، بس الفكرة. التقنية هي واحدة يعني. التقنية. بس الفكرة هي أهم شيء إنها. طب كيف تطور الأفكار؟ كيف يعالجها الرسام الكاريكاتير؟ ينزل لمستوى الناس، لمستوى الحياة اليومية العادية للعالم. إيه، ما يكون في برج يسمونه عاجي مدري. أنت شخصياً يعني تمارس هذا الدور، يعني تنزل الأماكن العامة، تروح المناسبات الاجتماعية مثلاً عامة أيضاً ولا؟ لا والله كثير، حتى أحياناً في يعني في الدوائر الحكومية ولا القطاعات الخاصة. الحمد لله وسطتي قوية، بس أحب أمسك سرة. إيه. السرة هذه في يعني فيها كذا فكرة. عطنا قصة مثلاً، واحدة من الأشياء مثلاً، رحت مثلاً دائرة حكومية مثلاً وجدت فيه والله الأفكار كثيرة اللي ممكن تطرح فيها أكثر من رسمة كاريكاتير، بحكم إنه والله في أخطاء إدارية، في أخطاء تنظيمية، في عدد مراجعين مثلاً، ازدحام، كيف؟ والله أذكر مستشفى، بس والله نسيت الاسم. كان في فوضى عند الريسبشن، بعدين سوى لها ترتيب تنظيم زي طريقة البنوك يعني، كانها بالسرة. فكان واحد كبير بسن يشوفه يقول والله الفوضى، يعني الحين يوم رتبت صارت فوضى. أول كان عاجبه الشكل، إيه، والآن يوم رتبت صارت فوضى. طيب في حدود معينة أنت تحاول أنك أنت ما تتجاوزها على أساس أنك مثلا ما تصدم مثلا بمؤسسات أو بأفراد أو يعني خط أحمر؟ خط أحمر والله في كثير. انت الخط الاحمر انت اللي وضعته نفسك ولا لا انا والله والله يعني من الحرام انك تنتقد دائره حكوميه بكبرها بسبه موظف عطلك. عرفت قصدي؟ استاذ عبد السلام، يعني ما تعتقد انه دور رسام الكاريكاتير ممكن يكون الان ضعف شوي بحكم المنافسه اللي موجوده الان من خلال برامج التلفزيونيه او المسلسلات الكوميديه مثل طاش مطاش او وسائل التواصل الاجتماعي؟ سقف الحرية أصبح عالي، وبالتالي يعني دور رسام الكاريكاتير ممكن يكون ضعف شوي ولا لا؟ لا والله، أنا بالنسبة لي خدمني جدا جدا التواصل الاجتماعي، النت، تويتر، الانستغرام. إيه؟ يعني أول أرسم الرسمة، بكرة تنشر، بعد اليوم الثالث ردة الفعل أو التعليقات. أنا الآن بالتويتر أول بأول إيه؟ يا يعني يا حلوة يا. طب أنت كيف تشوف الآن يعني المجتمع الرسامي الكاريكاتير، هل هو متكامل ولا عندنا نقص؟ لا نقص، في نقص. نقص إيه شديد. إيه. شو الأسباب يعني؟ عدم وجود مدارس مثلاً. أول شيء عدم وجود مدارس. رسم الكاريكاتير مهنة شاقة، خاصة الرسم اليومي. فأتوقع أن هذا السبب اللي. لكن بالمقابل يعني ممكن في ناس كثير ما يعرفوا مثلا والله انه رسامي الكاريكاتير من الاكثر دخلا اقتصاديا ولا لا؟ تقريبا إيه. لا خلينا نشجع العالم يعني، خلينا نقول اذا في دخل اذا في دخل اقتصادي ممكن يخلي الواحد يتشجع مثلا من الشباب اللي عندهم مواهب، والله يجد انه والله انه مستقبله في الرسم الكاريكاتير مضمون ماديا، ليش لا؟ جدا يعني مردودها عالي فعلا. مردودها عالي إيه. طيب ما يمكن للرسام الكاريكاتير الا ان يعتمد على وسيله اعلاميه واحده؟ ها، قصدك يعني انه يرسم في كذا جريده صحيحة. يعني يكون حر، يعني يكون مثلا والله يعني مره في هذه الجريده ومره مثلا في مطبوعه اخرى او صح لا عندنا نظام الجريده، جريده الرياض عندنا لا يعني تكون ملتزم تفرغ تام لها
الجريدة. هل تسعى دائما تكون أنت من ضمن الأهم 10 رسامين كاريكاتير ولا هي جاية بالصدفة؟ والله هي ودي، بس أنا أقول كده على الوالدين إن شاء الله. طيب ما عندك استعداد إنه يعني تطور من أو تخلق مدرسة جديدة في رسم الكاريكاتير يعني خلال السنوات الماضية؟ يعني متعودين على تكنيك معين. لا والله التفكير في فيلم كرتوني قصير يعني. كرتوني نفس. فكرة واردة الآن. نفس شخصياتي. بس اللي يعني تقريبا وقف المشروع هذا صوت الشخصيات. يعني تخيل عبد السلام الهليل أو غيري لها أكثر من 20 سنة. يتابعون مثلا يشوفون الشخصيات بكرة يطلع بالصوت في يمكن ردة فعل أو لازم تكون متقنة ومحكمة. أيوه يعني صوت مناسب للشخصيات وتركيبتها. إيه. طيب جاءت أسماء كثيرة في عالم رسم الكاريكاتير في المملكة العربية السعودية واختفت بعد فترة، وش أسباب اختفائها حسب وجهة نظرك؟ والله أنا في ناس أعرفهم المزاج. المزاج. إيه. يعني مزاجي خلاص يقول أنا تشبعت. أنا من أبرز هالأسماء اللي أنت يعني تتمنى أنه مستمر في هذا العالم بالنسبة كسعوديين بلا ما يعني الأستاذ محمد الخنيفر، الأستاذ إبراهيم الوهيبي، يعني هذولي من أبرز الناس اللي تعتقد أنه وجودهم مهم. إيه. الأستاذ محمد وقف على 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 حسب ما سمعت، والأستاذ إبراهيم الوهيبي لا يرسم بس ما ينشر، يرسم بتويتر و... طيب ليه ما عندنا مثلا أسماء مهمة من ضمن مثلا أهم 10 رسامين في العالم العربي الكاريكاتير تحديدا؟ ما أدري، أنا أحس أن هذا فن جديد علينا خاصة السعودية والخليج. فن جديد يعني. أكثر متابعينك من دول الخليج من وين؟ الكويت، قطر، تقريبا كلهم ما عدا عمان. ما عدا عمان ليه؟ يمكن لهجتي أو أسلوبي تختلف عن. طيب أيضا في داخل المملكة العربية السعودية في عدة ثقافات وعدة لهجات تحديدا، كيف تقدر توائم برسماتك كل هالتباينات والاختلافات؟ والله يا أستاذ سعود أنا أحاول أكون بالوسط يعني. وسط يعني لا أرتفع فوق ولا أنزل تحت. يعني هل مثلا عبد السلام الهليل وصل لجمهور في المنطقة الغربية مثل ما هو واصل مثلا؟ لا لا لا، جمهوري بنجد. في نجد أكثر. ايه. شيء ايه بنجد. ما تحاول أنك أنت يعني تتمدد أكثر في التعامل مع مثلا مع طبعا جمهورك اللي مثلا موجود في المنطقة الغربية، المنطقة الجنوبية، الشمالية، الشرقية؟ والله يا أستاذ سعود صعبة يعني، هذا ستايل حقي. هذا طبيعتي. ولا لأنه أنت الآن في جريدة الرياض، وجريدة الرياض تعتمد في توزيعها في الغالب على المنطقة الوسطى؟ لا، هي يعني مثلا الرياض توزيعها في المنطقة الوسطى أقوى من عكاظ مثلا. عكاظ بالعكس توزيعها في الغربية أقوى من الوسطى. طيب ما يمكن يكون من ضمن استراتيجيتكم مثلا انه يعني تصلون الى القارئ من خلال طبعا رسم الكاريكاتير في مناطق اخرى بشكل اكبر؟ والله شوف، عاداتنا وتقاليدنا واحده، بس اللي يفرق اللهجه. اللهجه. إيه. انا اتبع اللهجه النجديه. إيه. يعني مستحيل اسوي لهجه الغربيه ولا الجنوبيه ولا الشماليه. ليه؟ ما ادري، انا اقول لك هذا هذا اللي انت يعني تكون عندك اكثر. اي كان يلبس ثوب غير ثوبي مثلا. من اكثر جهه حكوميه او جهه مثلا او فرد او شخص يعني عاتبك ولا زال هذا العتاب موجود في ذهنك واقتنعت بما يعني بتوجهه وفكرته ورضخت لافكاره، سواء كان جهه حكوميه او والله اذكر الاسم اذا ممكن. إيه؟ هو وزير الصحه شبكشي الله يذكره بالخير، أرسل فاكس وزعلان على كاريكاتير أذكر كان موضوع أسانسير. يعني كانت في عيادة للظهر المعاقين فوق والسليمين تحت، الواجب أنها تصير بالعكس. إيه. بس ما يعني ما تقبلت هذه ولا رديت يعني تقبلت. وأرسل لك مباشرة ولا رئيس تحرير؟ لا، أرسلها الفاكس رئيس التحرير. رئيس التحرير. إيه. وش علق طبعا ما الله يذكر ما هذا التهكم. إيه. إيه. شو قال لك الاستاذ؟ التخطي واضح انه معصب. طيب انت لما تشوف ظواهر مثلا اجتماعيه او حتى يعني اعلاميه، معلش استاذ سعود بقول لك حاجه تحزب نفسي، الواحد لا ابغى يمدحني مدحني بوجهي. إيه؟ زين، ولا ابغى يحشني يروح يقتل رئيس التحرير. انا ودنا بالعكس. ودنا بالعكس. إيه؟ طيب شلون يتعامل معك رئيس التحرير؟ مبدا ثواب العقاب.
معقولة تعرضت لعقاب في يوم من الأيام من رئيس التحرير؟ والله ما في صحفي ما تعرض. عبارة عن إيش؟ خصم؟ لا لا والله الحمد لله لا، ملفي ما في خصومات، توقيف. توقيف. أكثر مدة وقفت فيها؟ أسبوع. أسبوع. حسيت بمعاناة ولا؟ لا هو جاني توقيف من وزارة الإعلام يومين. لا كان شهر. وجاء الله يطول بعمره الأستاذ تركي تدخل الموضوع والغي. صار أسبوع بس بدل شهر. لا يومين صار. صار يومين. إيه. وش سبب الإيقاف من وزارة الإعلام؟ والله. تذكر الرسمة؟ آه. تتذكرها؟ أتذكرها هي بس إنه أحتفظ ال. حاول تذكر. أنا واحد بغير الموضوع. إيه. أنا ما رحمت يوم أعطوني إيقاف شهر. إيه. طبعًا يعتبر إجازة. يعني حتى. بس إجازة مدفوعة طبعًا. إيه قال لي ترك ترى ما لدي يعني مو بغلطتك، غلطتك اللي أجاز الرسمة هذه. كنت موعد المدام بسفرة. وجيت في وقتها. لا انتهى الإيقاف. آه. إيه اتصل الصباح مكتب الرئيس مكتب رئيس التحرير قال لسه تركي بغاك وقد أشكرك قال أنت الموضوع قلت أشكرك قال لا الحين الآن داوم ارجع خلص خلص إيه؟ الإيقاف أنا ما همني أنا كل اللي رحمته زميلي اللي جاب دالي اللي بيستمر شهر جاء متحمس متحمس ولا رسم لرسمتين